باش خلى لينا بلاصة في وممثل ممثلين الكبار اللي باش تفقدوا تونس والله يرحم. صدمة كبيرة الحقيقة وفاجعة كبيرة للسوفيان، حتى حد ما يكره وراه، وحتى ربما معناتها الضحكة ديما موجودة على لسانه وديما ما يغير حتى حد، هذاك علاش يوجع؟ الموت حق، معناتها هذه حاجة احنا توجدنا الكل، تولدنا الكل باش يجي نهار ونموت، ولكن ربما على غفلة الخطفة هذه اللي تخطفها بعد المحبة هذه متاع الجمهور، هو مازال في أوج العطاء، يعني خاصة الإنسان لما تحكي معاه أصدقائه والناس اللي قرب منه يحكي على برشة طموح وبرشة مشاريع، ولو أنه في الفترة معناتها الأخرى حسب ما سمعت أنه تنبأ بوفاته في شهر رمضان، معناتها مع الزملاء في لقاء مع زملاء الممثلين. المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اكيد باش يبقى في ذاكره المجتمع التونسي هذا، واكيد باش يخلد اسمه هو من خلال الاعمال النجاحات اللي صارت له الكل. انا بصراحه كنت عمل اضافه في هالميدان هذايا الدرامي في تونس. ايفانو موكي بوكو